حول هذا الموضوع معنا موفق أبو غسان مدير المكتب الإعلامي لفيلق الرحمن. مرحبا بك سيد موفق، أنت معنا بالصوت والصورة. بالنسبة لضراوة المعارك على جبهات عين ترمة وجوبر، شاهدنا مقطع الفيديو الذي نشرته قناة روسية يظهر شراسة المعارك، يظهر التخبط والخوف بين صفوف قوات النظام. إن كان الفيديو كذلك فالواقع كيف؟ حياكم الله وحياكم أخي الكريم، بارك الله فيكم. بدأت قوات النظام الحملة العسكرية منذ 18 من الشهر السادس للعام 2017. قوات النظام بدأت بهجوم واسع على ثلاث محاور، على جبهة حي جوبر الدمشقي وجبهة زملكة وجبهة عين ترما. كما نعلم الجبهات المذكورة هي رأس الحرب في الغوطة الشرقية والنقاط الأهم بحكم قربها على العاصمة دمشق. النظام فرض كل قوته واستخدم كل إمكانياته لتحقيق أقل المكاسب، حيث أنه في كل يوم منذ 18 وحتى اليوم كان يقوم بعملية شرسة على المحاور المذكورة. كان النظام يبدأ حملته بقصف عنيف من الطيران الروسي بالصواريخ المتفجرة، بعدها تقوم مدرعات النظام بالتمهيد لدخول المشاة. كان دور المدرعات بارزا وظاهر جدا، حيث أن المدرعات كانت تحاول كسر الخطوط الأولى، إلا أن مقاتلي فيلق الرحمن قاموا بتعزيز جبهاتهم ونصبوا الكمائن. لدينا اليوم كحصيلة أولية 20 آلية لقوات النظام بين معطوبة ومدمرة، لدينا 150 قتيل لقوات النظام. المعارك كانت في أشدها، النظام كما ذكرنا فرض كل قوته وأوجدها، إلا أن عجزه عن تحقيق المكاسب وعجزه عن تحقيق انتصار يذكر ألجأه إلى استخدام الغاز الكلور المحرم دوليا. النظام استخدم غاز الكلور ثلاث مرات، كان لدينا عشرات الإصابات، إلا أن مقاتلي فيلق الرحمن كانوا في حال الثبات بفضل الله عز وجل. نعم. سيد موفق، اللافت نعم اسمح لي، اللافت يعني في الصور التي بثتها القناة الروسية أن يعني في السابق كان الحديث عن قوات النخبة حشدها النظام على جبهات عين ترمة وجوبر، قوات من الحرس الجمهوري، ولكن ما يظهر في الصور هي قوات متهالكة ومتخبطة. إلى أي حد يعني بنيته قوية للنظام؟ يعني صور مضحكة يعني بعض الشيء. أخي الكريم، بالنسبة لتمهيده بالآليات في حين مقاتلين فيلق الرحمن أول ما تصل الآليات إلى جبهاتهم يقوموا باستهدافها بالصواريخ الحرارية وتدميرها أمام أنظار المشاة الموجودين في نفس المحور. هذا الأمر كسر عندهم المعنويات وجعلها في الحضيض، فما بالك بجبهات يرابطها أهلها، يرابطها مقاتلو الجيش السوري الحر متمثلين بفيلق الرحمن، وهم نذروا أرواحهم ودماءهم فداء للحفاظ على الغوطة وعلى أهلها. شكرا لك موفق أبو غسان مدير المكتب الإعلامي لفيلق الرحمن.